حياكم الله. من عام 1954 ولحد الآن نحتفل باليوم الطفل العالمي، ونعتبره مناسبة حلوة، لكن هم تساءلنا في يوم من الأيام شنو اللي قدمناه للطفل؟ عالم الطفولة المليء بالحكايات السحرية العجيبة، شلون ممكن نشيده ونبنيه مثل ما يتمنى الطفل واحنا نواجه كل هاي التحديات؟ وشنو ذنب أطفالنا يعانون ويانا من مشاكلنا؟ المشكلة اليوم أطفالنا جاي يتحملون أخطائنا، والحل شنو الحل؟ يمكن الأطفال عندهم الحل، لذلك راح أدعو وحدة من ملائكة العراق الصغار حتى تبين إن شنو اللي يفكرون بيه، وراح أكون وياكم متابع لأحلام الطفولة بعد أن أدعو ملك فراس لتقديم هذه الحلقة من حديث بغداد عن أحلام الطفولة وطموحاتها. يلا ملك. حياكم الله. نحلم الباكر بوطن يلمنا، وبي يكبر حلمنا. احنا أطفال العراق، احنا مستقبل الوطن. نشوف هذا التقرير وراجعين.